نالت دولة الكويت شرف استضافة اجتماع كونغرس الصحافة الآسيوية الذي سيعقد في العام المقبل، وذلك بعد حصولها على ثقة الجمعية العمومية التي عقدت في ماليزيا. الحمد لله حضرنا الكونغرس الآسيوي، كان عندنا هدف ان احنا قبل لا نروح هذا الكونغرس ان احنا نحاول نستضيف الكونغرس القادم في الكويت لنلم شمل الصحافة الآسيوية بشكل عام داخل الكويت. وهدفنا كان ما هو بس لم الشمل بشكل مباشر، كذلك احنا نبي نوصل رسالة ان نعم الكويت عادت الى الساحة الرياضية مرة اخرى بعد رفع الإيقاف، وهذا ما يترتب عليه ان احنا في الكويت كنا رائدين دائما في مجال الصحافة والحرية وحرية الصحافة والمساحة الكبيرة بالنسبة للصحفيين في الكويت تحديدا، سواء في المنطقة الخليجية او في منطقة الوطن العربي كذلك في آسيا. نحاول ان احنا نستضيف اكبر الملفات لنعود الى الساحة الرياضية بقوة اكبر وكما كنا رائدين اساسا فيها. فالحمد لله كانت في بعض المنافسات مع الملف الكوري استطعنا ولله الحمد ان نحصل على اغلبية الاصوات وشبه اجماع، لان هذا الامر تم في 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 يوم سابق اللي هو يوم امس في اجتماع المكتب التنفيذي، والحمد لله حصلنا على موافقة المكتب التنفيذي، ومن ثم طرح على الكونغرس في اجتماع اليوم يوم الثلاثاء، والحمد لله حصلنا على الأغلبية العظمى. كانت مصادقة أيضا، يعني حتى نقدر نقول ما في مو انسحاب، لكن كان اقتراح المكتب التنفيذي أن تتم في الكويت، فصادقت الجمعية العمومية على هذا الأمر. الحمد لله نجحنا في مفاوضات مع كثير من الدول الآسيوية، نجحنا في المفاوضات مع كثير من كان يريد أن يأخذ الملف لصالحه ويستضيف في الكونغرس الآسيوي. فلما واعتمدنا فعلا على ريادة الكويت السابقة في الصحافة وحرية في الصحافة والمساحة الكبيرة اللي تعطيها الكويت في الصحافة بشكل عام وكذلك أيضا في الرياضة بشكل خاص، بالتالي أقنعنا بملفنا بما قدمناه بما سنقدمه أيضا من دورات من أمور كثيرة يحتضنها هذا الاتحاد الآسيوي للصحافة. أقنعنا هذه الوفود، أقنعنا كثير من الدول، وصلنا إلى نتيجة المرجوة اللي ذهبنا أساسا لنحصل عليها، نجحنا وبتوفيق طبعا من الله ووقوف جميع الأخوة اللي معانا في الأخوة العرب، غالبية الأخوة العرب اللي وقفوا معانا في هذا الكونغرس، كذلك الأصدقاء من الآسيويين. الحمد لله وفقنا في هذه المهمة.